السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معاكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم موضوع الفيديو موضوع عملاق، موضوع هاتف الفيفو واي 20، الهاتف الجديد، اقتصادي ومواصفاته ممتازة وممتاز للألعاب. طبعا معاه باكج، هسه بنفتح الباكج وبنشوفه. طبعا الباكج مكتوب عليه نت فور سيل، يعني ليس البيع، يعني مجانا بيجي مع الهاتف. طبعا خلينا نبدأ نفتح الباكج ونشوف شو فيه. طبعا هاي الباكج راح نفتحه. نفتح الباكج ونشوف شو فيه بالداخل. طبعا محتوى الباكج شغلتين، الشغلة الأولى اللي هي سماعة، بس مش أصلية، سلك، هاي مش ايربود، سلك عادية. طبعا وعصاية سيلفي تفتح، عصاية سيلفي يعني حطها هناك. وخلينا نفتح محتويات الجهاز. طبعا مواصفات الجهاز 4 جيجا رام و64 جيجا مساحة تخزين. خليكم معنا. طبعا هاي الجهاز قدامكم، خلينا نفتح العبوة الخارجية ونشوف. طبعا هاي يكون فيها الكفالة و يعني اشياء مهمة، والابرة طبعا هون موجودة مع هذول، والكفر الخاص بالجهاز، وهاي تكون فاضية. طبعا نيجي لشو بيجي مع الجهاز. الجهاز بيجي معاه الشاحن والوصلة تبعت الشاحن والسماعات، مكتوب عليهن فيفو السماعات اصليات، يعني افضل من هذولاك اللي لقيناهن بالباكيج الخارجي. هاي هذولن. طبعا نيجي للجهاز نفسه. الجهاز هاي جهاز، الجهاز طبعا شكله ممتاز وجميل. طبعا بالإضافة لهاي اللفة باللون تبعه، لونه الصراحة ممتاز جدا. طبعا البصمة هون بتكون على جنب الشاشة. تفتح الجهاز. طبعا اليوم راح نجرب لكم الجهاز لعبة ببجي موبايل. طبعا بعد هذا الفيديو راح نجرب لعبة ببجي موبايل على هذا الجهاز. طبعا جهاز صراحة مواصفاته ممتازة، اندرويد 10، يعني فريماته ممتازة كثير، بتنطيك تجربة لعب كثير ممتازة. وطبعا في مميزات كثير. طبعا لما تفوت على اللعبة تقدر تغير صوتك تبع المايك، مثلا وانت تسولف مع الناس في طريقة تغير صوتك من خلال الجوال نفسه، كله راح نحكي عنه بشروح الفيديو القادم. لا تنسوا تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب عشان نفرجكم مميزات اكثر عن هذا الجهاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.